معقول؟ شو وين الحارس؟ بيكون عم يستنانا برا. شو كنت ناوي تعملوا؟ لا احكي وخلصني. بدك تأذي بارفاتي ما؟ شو اللي صاير هون؟ اسمعني شوي رودرا، انت شو عم تعمل؟ هذا الحيوان يلي حاول انه يحرق بارفاتي. انت بدك تأذي بارو هلا؟ مو هيك كنت ناوي؟ احكي، ما رح ارحمك ابدا. سيدي، من شي 3 سنين انت قبضت عليه بتهمة التهريب، وبعد ما قضى المدة طلع. لك طلع منشان ينتقم مني وبده يهددني ببرفاتي. سيدي، برأيي لازم تروح على البيت وترتاح، وانا بطمنعك رح اهتم بالموضوع. ممكن اعرف مين حضرتك؟ بعتقد انه هذا الشي ما بيخصك. روح روح وخبر معلمك اني ناطرته هون. شبك؟ ليش عم تطلع فيني بهي الطريقة؟ بعرف أنا حلوة كتير، بس ما بسمح إنك تطلع فيني هيك. خبر معلمك بسرعة، قل له شطابدي إجيت حتى تزوره. طيب كتير. أنتي شو عم تعملي هون؟ شو جابك؟ هكول؟ لا لا، هو بالحقيقة إنه سيارتي تعطلت من شوي، فهيك فجأة أم فكرت بما أني قريبة جيت لأطمن عنك. بس وأنا عم بستناك حتى تجي لهون دقتها المخلل، على فكرة طعمته كتير طيبة، عن جد كتير طيب. مو معقول. بس معقول هاي شتابدي؟ تعال رح خبر ماما تجي تطلع على برا. ما بدي ميتالي تشوفها وتتضايق وتاخد على خاطرة مني. خليك هون. هاي ميتالي مين بتكون؟ ليش عم تضيعي وقتك على الفاضي؟ روحي شوفي إذا المخلل صار جاهز مشان تلحقي تحطيه بالمرطبانات. ايه يلا دغري. اوه ميتالي، بيكون اسم بقرتنا، وهي بتحب اخي بشكل كبير، واي حدا بيقرب عليه بتلاقيها بتهجم عليه وبتعمل له اكل. يو، بكره هالحيوانات وخاصه البقره والجاموس، ما بتحملهم، انا بقرف منهم وما بطيقهم. بس مو مشكلة، المفروض انه بعد ما نتزوج انا واخوك اول شي رح اعمله هو اني طلع هالبقرة من البيت. ماما، هالبنت شو عم تعمل بهذا البيت؟ شت عبدي؟ عنا؟ كيف هيك؟ وينها؟ ماما سبق وانا طلبت منك انك تمنعي هالبنت من انها تجي، ومع هيك انت ما رديتي. ماشي، وامك ما كذبت عليك بهذا الشي، انا رح روح حكيها هلا وخليها تطلع. قلي وينها وبروح فورا. وينها؟ قلي. بجنينة. معقول هالكلام؟ هلا بعتت ميتالي لهنيك من شوي. شو؟ امشي يلا. طلع، مين هاي البنت؟ هاي بتكون انتي. انتي قوليلي شو عم تعملي هون؟ فوتي لجوا هلا، لانه ماما يمكن تحتاجك بشي. بس هي اللي بعتتني لهون مشان شوف المخلل. عن جد؟ ماما عملتي مشكلة ما كان في إلها داعي، وما رح ينضر منها غير أنا. ليكي، انتي عم تشتغلي المخلل هون؟ قديش المرطبان؟ المرطبان الواحد ب500. غريب. لك
شو عم يصير؟ عم تشوف المخلة. انتي روحي على المطبخ وشوفي صحن الخضرة، شوفي إذا جهز. بس انتي طلبتي مني إجي شوف المخلة. ايه روحي هلا، فوتي لجوا. أنا حاسبها للأسف، مشان هالبنت المسكينة ما بتعرف شو اللي عم يتخطط من ورا ظهرها. شو؟ لا ولا لا شي. ولا شي. لا ما في شي. ميتالي؟ ايه يلا جاي. نادالا ميتالي قام ردت عليه. شو هذا اسمه يعني؟ ماما خبرتها بكل التفاصيل. شو؟ يقطع عمرك، ما في منك فايدة. عن جد منك أجدب. استني ماما. ماما ما في منك فايدة أجدب. بس سكوت. ماما لك ليش عم تضربي؟ هو ما دخلوا بشي يعني، مو هو يلي جاب البقرة وفوت على البيت؟ ها؟ بقرة؟ ايه ماما البقرة. أنا خبرتها إنه عنا بقرة اسمها ميتالي. بس رجاءً ما بدي نهائياً هاي البقرة بالبيت بعد ما نتزوج. ايه لا تشغلي بالك أبداً. ايه وحتى أنا صلي زمان عم حاول وجرب اتخلص من هالبقرة، وكنت ناوي ارميها برات هذا البيت. بس هلأ بعتقد انه صار لازم تروحي، لأنه هلأ هو بهذا الوقت منطلع البقرة ومنخليها برا بجنينة. وكتير ريحتها بشعة. ايه كتير ريحتها بشعة. يلا خليني وصلك على الباب. يلا بنتي يلا من هون. طيب ماشي فهمت. بقرة يلا تعالي من هالباب. ماشي يلا يا بنتي. انا نسيت لك مشان ليك. خليني اشرب بقرة ليك. خلنا مع جنينة يا جماعة. متى اللي صارت البقرة؟ مو طبيعي انت. عطيني التليفون. مرحبا سيدتي سوديا، خلي بنتك تفهم انه هي ما بتقدر تجي لعنا على البيت امتى ما بدها وعلى كيفها. يا ريت لو تفهمها شوي الموضوع. ايه معناها بحكي معك بعدين. يلا سلام. شو وين راحت البنت؟ هي مو اجت لهون مشان المخلة، لقيت لها واحد. حماتي انا اسفه اذا قطعت لك حديثك على التليفون. المخلل انا نسيت اخده معي. رح اخذ هذا هلا معي. وبابا رح يبعت لكم مصاري. ايه ماشي يلا. ابوكي؟ مين ابوكي؟ البقرة؟ لا. لا 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 شباب ولا شي. طيب فيك تساعديني كم شغلة منشان المخلل؟ تعي. مسكناه وصار بالسجن. ما في داعي تخافي، بتقدري تتحركي براحتك. ما في داعي تحكي هذا الحكي بالمرة رودرا. بعد هلأ أنا ما بقى أخاف من شي رح يصير، لأنه أنت معي. ما عاد في أي شي بيخليني أخاف وأتوتر أبدا. أنت هلأ جنبي ورح تحميني أكيد. بروحك يا صح. كل أم بتتمنى تشوف ابنها رجال قوي وما بيخاف أبدا، بحارب مشان الحقيقة، ورجال ما بيغلط ابنه. أنا اليوم عم اكتشف الصفات المنيحة اللي فيك.
صدقني بعرف منيح اني ما لعبت دور مهم بحياتك، وما قدرت اني اكون جنبك بشكل دائم، بس انا يلي جبتك على هي الدنيا، انا اللي جبت هذا الرجال القوي اللي ما بيتحمل وجود الغلط نهائيا. ماني مصدقة إنك كبرت هلأ. أنا فخورة فيك كتير، أكيد هذا هو ابني. أنا فخورة بابن بطني. أنا فخورة فيك، أكيد هذا هو ابني. أنا فخورة بابن بطني. حماتي؟ قليلي ليش لساتك فايقة؟ بعدين شو هاد؟ هاد مشان رودرا، لازم إني خلصه اليوم مشان أعطيه بكرة. بكرة؟ بكرة شو؟ عن جد ما بتعرفي؟ ما كنت بعرف بهذا الشيء، بس بابا وعمي خبروني مبارح بهي الخبرية. بكرة بيكون عيد ميلاد رودرا. بتعرفي لما رودرا كان صغير كان على طول يتحمس لعيد ميلاده لأبعد درجة، ويعد الأيام من قبل شهر من عيد ميلاده. وأكيد كل سنة بمر عيد ميلاده بيكون كتير عادي وما في أي شيء مميز، ما؟ بس ابني رودرا كتير مميز. حماتي؟ لهيك كنت عم فكر إنه هالسنة لو نعمل شيء مختلف حتى نفاجئه بعيد ميلاده. حاسة إنك عم تخططي لشي مفاجأة كبيرة. آه؟ شو قولي؟ طيب اسمعي، مين اللي عم يحكي معك بهذا الوقت؟ لا هذا مو تليفون، هي رسالة من رفيقي، كنا سوا من أيام التدريب العسكري. بس بعرفه من 12 سنة. وشو في؟ ولا شي، مجرد رسالة عم يهنيني. ايه بده يهنيك لأنك مسكت هذا المجرم، مو هيك؟ عن جد حلو كتير، نيالك عارفيه. مو هذا السبب. لكن مشان شو؟ ولا شيء. شو بدي اقول لك بارو، بابا ما خبرك اي شيء منشان بكره شو في عنا؟ يعني عن المناسبه. عن اي مناسبه؟ بارو حاجة مثلي بقى، انت بتعرفي شو؟ لهيك رحتي على السوق وجبتي هذا الجاكيت الجديد. عم مثل؟ انا رحت وجبت لك جاكيت جديد لانه جاكيتك القديم اهترى وصار للكب. ما عم بفهم عليك. اي مناسبه؟ يا ريت تخليني نام وارتاح. بتعرف نعسانه كتير، يلا تصبح على خير. العمى طلعت عن جد نسيانة عيد ميلادي، كيف بدي ذكرها؟ ليك حبيبي
ترجع لتطفي الضوء؟ بارومو متذكرة عيد ميلادي. أخي رودرا، خد تبارك، اليوم عنا مناسبة خاصة، رح نحتفل كلياتنا مع بعض. أنت متذكرة؟ مين بيقدر إنه ينسى؟ من هاليوم نحن صرنا مو مهددين لأنك مسكت المجرم وسجنته وارتاح بالنا، ولازم نحتفل بهالمناسبة. الكل اليوم مبسوط كتير، ومشان هالمناسبة بالذات يلا دوق هالحلو من تحت إيدي. رودرا ابني، شو تاريخ هذا اليوم؟ مو ماسك الجريدة؟ شوفوا لحالك. آه صح مزبوط، 4 حزيران. طلع شوف كيف عم بيمر الوقت بسرعة بدون ما نحس كيف هالأيام عم بتمر علينا. حتى أنت؟ شو أنت جاهز؟ يعني مو ناوي تفطر معنا اليوم؟ عملت لك الفطور اللي أنت بتحبه. يعني تذكرتي هلأ؟ ايه بس أنا كنت عم بحكي مع عمي هلأ. تفضل ذوق عمي. شكرا كثير لك يا بنتي. ايه ابني، اذا بدك فينك تاخذ معك منه. يلا خذ. اسمعني استنى بس، يا ريت لو بتبكر بجاي المساء. ليش؟ بعرف كثير منيح انه شغلك هو اللي شاغل لك بالك على الاخر، بس خلص ما في شيء، نسيت شو بدي اقلك. طيب ماشي، اول ما خلص شغلي رح اجي فورا. مبسوطة؟ مبسوطة كتير. معقول؟ تليفون؟ شوفي بنتي. الو؟ ايه ايه شكرا لك. صار الوقت، رح نبلش بكل الترتيبات. شو وينه أمان؟ وين بلاقي؟ سيدي صار عنده مهمة مستعجلة، لهيك اضطر إنه يطلع. ما في حدا متذكر عيد ميلادي. أنا ما عم بقول هيك زعل على شقفة الجاتو، بس أنا عندي أمنيات. وبارو ما تذكرت. أمان؟ شو يلي صار معك؟ في شي جديد؟ ايه سيدي، أوامر من السيد سينغ، لازم نطلع على الحدود هلأ فورا. المدربين اللي جداد وصلوا هلأ. يلا ألو؟ رودرا، اتصلت فيك لقلك. قلي شو بدك؟ بدي خبرك، أكيد ما حكيت مع مرتك لهلأ، ما رح لومك، وهي هلأ مشغولة كتير. أنت لا تقلق، هلأ عم تحضر الأكل مشان العشاء، أنا شايفة. تعرف ليش؟ لأني بهذا الوقت عم زوركم البيت وقاعد عم بشوف كل حركة عم تعملها. بس الآن ممكن ما تقدر تخلص شغلة على بكير. سيدي رح دور بهذا الاتجاه. سرهيري عمتي بارو، مين هون؟ مين في هون؟ اطلع ولا رح اوس عليك. اجي لحالي سيادة الرائد، ولا بدك نجي كلنا؟ سنة حلوة يا رودرا، سنة حلوة.
الأمان. باروينا. انت خططتي لهالمقلب؟ انا عملته وبعتذر كثير. رح اعطيكي درس لبعدين. شو يعني؟ يعني انه اليوم في حدا حلو كثير رح ياكل بهدلة صغيرة. ابني شو رح تضل واقف عندك؟ الجاتو والشمعات ناطرينك لتطفيهم. يلا. انت اللي خططتي لكل هاد؟ ايه ولا يعني ما عملت كل شيء لحالي وكلهم ساعدوني. بس ايه انا خططت لهي المزحه. والاتصال على التليفون من مين؟ ايه انا اللي حكيت. بس انا قلت له يعمل هيك واصريت عليه. هو ما دخله بهالقصة. أنا المسؤولة الوحيدة. والغنية وهالقصص كلها أنت اللي قلتي لهم عليها؟ لا 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 مو أنا. هاي شغلة سونهيري. يلا يلا حاجتك أسئلة هلا وقطع الجاتو. أخي رودرا استنى. المفروض تغمض عيونك وتتمنى أمنية خاصة فيك بعدين قطعه. رودرا ابني حبيبي بترجاك سامح. بترجاك انا بعرف اني وجعتك كتير. سامحني. يلي صار
صار من زمان. خلص انسي، انا مبسوط معه. دقيقة بس، كل سنة وانت سالة. سنة حلوة. انت كمان من العيلة، يلا تعال. وين راحت بارو؟ رودرا اخي وحتى كمان اغلى. احترامي سيادة الرائد. انت فخر الشرطة والشعب. وحتى انت روح هاي العيلة. مبين قاسي من برا، بس قلبك طيب كتير وروحك مرحكة. معها كان هداك الولد الصغير يلعب جنب البيت بمسدسه، كبر وصار ضابط قوي. بس مع هيك ولهالوقت بحب اني عانقك. انتبه لكلامك معه اخي، وحتى كلامك خليه مدوزة، ولا هلا بتلاقيه عم بيعصب عليك ووقتها مستحيل تقدر تهرب وبيحبسك. يمكن عصبي شوي وخلقه ضيق، ما بيتقبل الغلط لو شو ما صار معه. بس رغم هالشي ابني حلو بيجنن، بيتظاهر انه قلبه مثل الحجر، بس ابني قلبه طيب. رودرا حبيبي. بارو، يلا تعي. وقفي عادي، وقفي. روحي وقفي. سيدي انت ليش دائما بتخانقني هيك بدون أي سبب لهالشي؟ طلعي فيني. كم مرة قلتلك لما بحكي معك بتطلعي فيني؟ أنا هلأ ضابط بالشرطة. أنت ضابط بالشرطة؟ وأنا مو خايفة منك. شو قلتي؟ بس المسرحية؟ أنا بعتذر منك. سيدي بترجاك تسامحني، أنا بحبك وبموت فيك. Thank you.
مدام انتي بهالمناسبة في حجز اوتيل لتنيناتكم. اوتيل جيبور. بس شو المناسبة؟ بكل صراحة سيادة الرائد رودرا براتاب رنوات للأسف ما أخذ مرته شهر عسل ولا غير جو، لهيك سنة حلوة. يلا روح هلأ مع بارو، صار حجز الفندق جاهز. كمان ايه رح خبرك قبل ما أنسى، ما رح خليك تروح لهنيك أنت وبارو بسيارتك الجيب، لهيك هي مفاتيح سيارة زوجي. وكيف رح تروحوا على بيتكم؟ بس ثاني يوم رح نتبادل وناخد سيارتك. ايه بس ما بدي اسمع ولا عذر، خد بارو يلا بسرعة. شكرا مدام. استنى رودرا، استنى شوي، شو صاير؟ لوين رايحين وكيف رح نروح بهالوقت؟ لوين؟ جيبور. وكيف؟ بالسيارة، وهلأ لأنه ما فيها تتأجل، السيد فيكي قال هلأ، وإذا رحنا هلأ ما رح نوصل لوش الصبح، يلا تعالي. خليني غير ثيابي أول شي. ما في وقت بارو، يلا تعالي. لك كيف بدي روح هيك؟ مبينة غبية كتير بهذا المنظر. غبية؟ أنا قصدي مجنونة. عن جد؟ عاملة مثل شكلي، يعني قصدك أنا مبين مجنون بالشوارب؟ لا مو قصدي بنوب، أنا قصدي إنه طلع شكلي بضحك. تعالي يلا. اهدى رودرا، خلص أنا ما رح غير ثيابي، بس دقيقة وبجي. بسرعة. هي إلك هدية عيد ميلادك، افتحها. بسرعة لأنه تأخرنا. تعرف أنه أرمسترونغ أخذ وقت أقل ليوصل فيه على القمر من الوقت اللي أنت أخذته لتفتحي الهدية؟ يلا افتحها بسرعة. أنا بس حابة أعرف إذا رح يعجبك اختياري وذوقي ولا عادي. عجبتك؟ كتير حلوة عن جد، بس تلبسها رح تطلع مثل القمر، بس ناقص تجربها وتشوفها بالمراية. ليك إذا بتتذكر رودرا في عنا ذكريات كتيرة متعلقة بقصة المرايا. تتذكر أول مرة شفتك فيها؟ أول مرة شفت وشك كان من ورا المراية. آخر مرة لبست فيها مثل هاللبس لما رحت وزرت بيربور. بس يعني ما كانت كتير عم تلمع. شو؟ يعني ما عجبتك أبدا؟ لا قصدي من قبل ما أعرفك كانت حياتي معتمة، وهلأ صارت منورة، أكيد رح تعجبني. دقيقة بس، رح غير ثيابي وبرجع لك. لا، قلتلك ما في وقت، يلا. باين في حدا عم يتحداني هلأ.
لنشوف مين بيصفر أحسن. ست شهور مرت على غيابك، بس لسه عم حسك حوالي، كأنك هون عم تتفرج علي، ناطر يجي هذا اليوم اللي رح تتحقق فيه العدالة. أنا بوعدك هلأ يا أخي، دمك ما رح يروح هدر ببساطة، رح أنتقم لك حتى ترتاح روحك وترقد بسلام دائم. رائد رانوات وبارفاتي، هاي المرة اللي تجوزت من واحد قاتل، لك راحت بلشت حياة جديدة وما سألت، مفكرين انه هاي بداية السعادة. لا، ما رح يحلموا، لان هاي هي النهاية ونهاية حياتهم كمان، ورح انتقم من كل دقيقة حرموني منك يا اخي. الحرب بلشت وما بستسلم، وأكيد في كتير هجمات ورح يكون عندي وقت كتير طويل حتى أتسلى بالكل. رح يبكوا، رح يترجوني، وهن شو ما عملوا معي، بس ما رح سامحهم يا أخي. رح ابعتهم لعندك، عن قريب كتير رح يصيروا عندك، بوعدك رح ابعتهم ووقتها انت قرر. بس نحن حتى ما منعرف وين المكان. السيد سينغ ومدامته رح يكونوا هيك، بدلون عليه. رودرا، بس أنا مو جايبة معي أي تياب. في محلات للتياب هنيك، لا تقلقي، وكلن على بعضن يومين. انت حتى ما عطيتني وقت لزبط حالي. بتحبي ساعدك؟ هيك احلى. بارو، كتير بردان، أعطيني الجاكيت هلا. أها، إيه. يلا البسه. هاتي.
هيك أحلى بكتير. أغاني؟ طيب قلي شو أمنيتك اللي تمنيتها لما نفخت عالشمال؟ بنتي رودرا انتبه، في شب واقف من نص الطريق. ما بتقدري تضحكي علي مرتين رودرا. أنا ما عم بمزح معك، عن جد في شب. انتبه أنت، شو مجنون؟ شو عم تعمل؟ امشي. شو عم بيصير؟ اهدي، أنا معك، لا تخافي. اوعك تخافي، اوعك. بارو اهدي اهدي، خليكي بالسيارة. مين اللي عم يحاكيني؟ من واجبي اقدم لك هدية صغيرة، اكيد مشان عيد ميلادك طبعا. حابب اعطيك اخبار الفرحة، وطبعا بعرف انك تعبت لدرجة ما كان فيك حتى تنام، بس قبضت على الشخص الغلط. مسكين هالزلمة ما عمل شيء. انت المجرم الحقيقي؟ اذا عندك الجرأة تعال واجهني هلا. تعال اشوفك واقف قدامي ولا رجليك ما بتحملك حتى تجي. سيادة الرائد، بعرف هذا اليوم بيكون عيد ميلادك، بس هديتي مو اني اعرفك عن حالي بهالمناسبة، هديتي كانت دقيقتين هالرعب اللي عيشتك ياهن هلأ من شوي.
لازم تصبر حتى تقدر تشوفني، بس بوعدك ما رح تنطر. سنة حلوة يا رودرا. شوفي موهيني، أنا بعرف منيح أنه بنتي كبرت وما عادت صغيرة وعمرها 31 سنة، بس هاد الشي رح يفيدك كتير كل سنة. أنا رح أعطيكي 100,000 وإنت شوفي الترتيب. يا غبي طلع هنيك. مرت أخي فيكي تصبي لي شوية شاي؟ ما أنت عم تشرب شاي؟ إيه صح، أنا بس أنا بدي كمان. إيه هلأ بصب لك. بدي أسأل حماتي أول إذا لازم حط توابل للمخلة. مرت أخي بتعرفي بحب الشاي كمان. ماما هلأ شايفتيها مو فاضية، لبينا ما تخلص رح أعزمك، صبي لي شاي لو سمحتي. فهمان القصة، إذا أنا سمعت كلامك صح وأنت فعلاً بتعني هالشي فنحن هيك منكون متفقين كتير وأكيد ما رح نختلف. بعدين أخي اعتبر هذا الزواج نهائي، قصته بس إنه لازمه شوية رواق. مثل خلط البهار بالكاري. متأكدة عيلتنا رح تكون جاهزة ورح خبرك بالترتيب كله، لا تشغل بالك. اتفقنا. منحكي. رودرا أنا فهمان مزبوط شو هي مشكلتك، بس بهالوقت لازم ترتاح لتقدر تفكر. اهدى سيدي، ببساطة قدر يتهجم علينا وعم يخلينا قلقانين وبشكل دائم، وانت عم تقلي انه لازم تكون هادي؟ كيف هيك؟ رودرا إذا رح تضل معصب بهذا الشكل فأنت ناوي تعرض حالك لأزمة قلبية، وأكيد عصبيتك مو حل لهالمشكلة. نحن هلأ عم نلاحقه. مزبوط أنت وصفت لنا إياه منيح، بس هذا الشيء مو كافي نهائياً. نحن ما بنعرف عنوانه ولا شخصيته ولا وين موجود. اسمعني منيح رودرا، أنت لازم تاخد بارو من هون لفترة وتبعده، وأنا بفضل تتركوا بيتكم. سيدي أنت عم تنصحني أهرب؟ رودرا أنا عم أقلك هيك مشان ناخد خطوة حتى تحمي بارفاتي وعيلتك من أي شيء ممكن يعرض حياتهم للخطر. عم تفهم علي؟ تعرف إنه عيلتك هلأ صارت كلها مهددة بخطر كتير كبير؟ رودرا أنا بظن هذا الكلام كله مزبوط. حتى أنت كمان؟ بارفاتي بتعتقدي زوجك ما عنده الشجاعة ليحميكي ويوقف بوش اللي بيأذيكي أو يعتدي عليكي؟ وحضرتك؟ حضرتك من أنت بتعرفني سيدي؟ بتعرف منيح كيف باتل وبتعرفني إنه ما بسكت عن حقي. فعلا مستغرب، ولا مرة فقدت ثقتك فيني وبقدراتي، كيف ممكن تفكر إنه أهرب؟ رودرا أنت ليش ما بدك تفهم علي؟ أكيد مو قصدي هيك، أنا وزوجتك ما عنا شك بقدراتك ولا بقوتك، بس ما تنسى أبدا إنه هالزلمة عم يراقبك 24 ساعة متواصلة، وين عم تروح ومين عم تقابل وإمتى بتطلع عبيتك وأي ساعة بترجع وبتفوت عليه، وأكيد هو عنده كل المعلومات اللي بتخصك وبتخص زوجتك وعيلتك. من الأحسن أنك تروح وتبعد. إذا أنت هلأ رحت وقتها نحن بنقدر نراقبه ونتصرف بدون ما يكون في خطر على حياة أي حدا منكم. في احتمال أنه يغلط شي غلطة كبيرة، وقتها رح نقدر نمسكه. هالخطوطين اللي عم رجعك فيهم لورا عم نقدر نتحرك لقدام، وهدفنا أنه نمسكه أكيد. وتذكر إنه الواحد ممكن يتراجع كرمال يحقق غايات أكتر. طبعاً هاي هي مقولتك. النمر إذا بده ينط نطة كبيرة لقدام بيرجع خطوتين لورا، صح؟ هذا الرجال ماله عادي، هو زلمة كتير ذكي بيحرق الدنيا مشان ينتقم. كان الاحتفال مبارح كتير حلو مميز. أنا ما بتذكر إمتى آخر مرة شفت فيها الكل مبسوط والكل ضحكاتهم منورة على وجوههم. كتير حلو. كمان بارفاتي ورودرا مبين إنه بيحبوا بعضهم كتير. نقدر نشوف حب بارفاتي، بس رودرا اللي فاجأني.
حتى لو ما مبين بس هو بيحب بارفاتي بشكل كبير. صح. بس ما بيقدر يحب بارفاتي قد ما أنا بحبك، وما رح يوصل للدرجة اللي بحبك فيها أبداً. شوفي ليش هيك ساكتة؟ يلا خبريني شو اللي صاير. أنا هو ما قلت لك هالشي من قبل لأني كنت بعرف إنك رح تعصب ورح تفكر إني عم كذب، وخفت إلك والاحتفال يخرب. بصراحة حاسة إنه حماتي عم تفكر بشي خطير، وما بعتقد إنه نواياها كتير منيحة. ماما قالت لك شي؟ لا، بس اليوم حكيت تليفون طويل مع حدا غريب. ميتالي اتركي ماما تفكر وتخبص، هي أبداً ما رح تنجح بالشي اللي عم تفكر فيه، ولا رح تقدر تفرقنا عن بعض. أنا معك طول العمر، مستحيل تخلى عنك. لا تقلق ولا ينشغل بالك، بس روح، ما رح خلي حدا يتدخل ويخرب عيلتنا. كأنه عم تقلد حماتي منيح؟ معقول أنت؟ عمري لا تقلقي بنوب، أنا رح صلح كل شيء. يلا جيبي لي كاس شاي. حاضر. لا أكيد لا. حاولي إنه تفهمي شوي موهيني، هون كل واحد فينا بخطر، هو ممكن يضل يهددنا فيكم وهيك رح نضل متوترين. أكيد هو عم يراقب كل واحد، وممكن يصير يهددنا بأي لحظة نحن وموجودين هون ويتعرض لنا. يلي صار مبارح رح يرجع يتكرر بأي وقت. أمي البابا معه حق، مو بارفاتي لحالة بخطر، نحن كلنا هلأ مهددين. ليش لنسمح بهالمصيبة إنها تجي وتدمر لنا حياتنا؟ خلينا نبعد من هون ماما. مزبوط حماتي، بارفاتي مهددة حياتها وكلنا بهي الحالة لازم ما نعيش مع بعض. أصلاً من وقت اللي دخلت على هالبيت المشاكل كلها بلشت توجع راسي، وصارت كل الشغلات البشعة تصير عنا. هالسنين اللي مرقت وأنا كان هدفي الوحيد أحمي هذا البيت، حتى الحيطان اللي شايفينها هيك ما كانت واقفة لحالها. أنا اللي تعبت كتير حتى خليها قوية وصامدة. أنا دافعت عن هالبيت وحميته كل هالسنين، وبعد التضحية والعذاب اللي تعذبته لهلا ما رح اسمح لأي حدا غريب يجي يدمره ببساطة. ما بسمح لوحدة مثلك تجي تخرب كل شي. وتعلمت من المكان اللي ربيت وعشت فيه، وأخذت قاعدة البيت اللي تزوجت فيه هو نفسه البيت اللي رح موت فيه بالأخير. ماشي، لا تجي، خليكي هون مثل ما بدك، واستني لوقت ما يحترق هالبيت وينهدم فوق راسك. بس لهداك الوقت خلي الحيطان ما توقع عليكي، وخليها تساعدك وتفيدك بالأخير. يلي بده يضب أغراضه الصبح رح نمشي. تعالي بارو. حاولي إنك تفهمي، عم يحكي كلام مزبوط. كل هالسنين كنت زوج عاقل وعلى طول بتفكر كتير منيح، وأنا بتشكرك كتير، بس أنت هلأ عم تطلب مني يكون عاقلي وأتصرف مثلك، وبدك روح معك، بس أنا رح أبقى بهذا البيت. أبقى بعتلي رسائل،
ما رح يتغير عنواني أبدا، بس حضرتك رح يتغير عنوانك. دعا سومير. لا تقلق، موهيني رح تقتنع. ميتالي، ضبي الشغلات المهمة واللي إلها قيمة، أنا رح ضب المصاري وكل الأوراق المهمة. حماتي ما رح تجي، كيف بدنا نروح؟ وكمان سونهيري ما رح تجي معنا، كيف ممكن نتركهم لوحدهم؟ لا تشغلي بالك، سومير رح يبقى هون، أكيد رح يهتم فيها. على كل، نحن رح نرجع بعد يومين أو ثلاثة، بس بالحقيقة أنا بدي نروح على طول وما نرجع، وخصوصاً أنه أمي ناوية تزوجني مرة تانية. أنا عم فكر نروح لمكان بعيد كتير، بس نكون فيه لحالنا. أنا فهمانتك ودائماً هون مشان أدعمك. كنت مفكرة أنه يعني إذا كانت كل العيلة مع بعضها منكون بأمان أكتر، بس بفهم عليكي من دون ما تحكي. لا تخافي ولا تقلقي، كل شي رح يكون هلأ، بس ضبي الشغلات اللي عليها قيمة مفيدة. انت بس اللي قيمتك غالية عندي. وين بدي حطك؟ حطيني بقلبك. باي انت كبري وتخني، ما بقدر اتحمل ماما هالحلاوة، ما بتشوفيها إلا بمحلات الحلو. شو صار ماما؟ ما عندك سم جاهز لتخلصينا بقى من هذا الوضع؟ إذا ما ضبينا أغراضنا ورحنا من هذا البيت رح نقعد لحالنا ونقضيها حكي مع الحيطان. كتير من السم مكبوت جواتي، حتى الأفاعي اللي بالعالم ممكن إنه تستعير وتشتري السم مني، بس بهاي المرة مضطرة كتير إني اسكت. أحياناً لازم تترك الهجمات الصغيرة إذا كنت عم تستنى المعركة الكبيرة. سامرات ابني، ما بقدر أتركه بكل سهولة مع هاي البنت الملعبة. سامرات بيستاهل بنت أحسن بكتير من هاي البنت. لازم زوجه مرة تانية بأي وسيلة. يعني هذا كله غلطي أنا؟ بعرف كل هالشي عم بيصير بسببي. شو أعمل إذا ما قبلت عمتي تجي معنا لهون؟ بنتي ما تشغلي بالك أنتي بهذا الحكي، أكيد هلأ بتقتنع. أنا ما بعرف بشو عم تفكر عمتي، بس لا تقلقي، رح نخبرها كل الحقيقة ورح نطلب منها تروح معنا. رودرا معوها. وانتي لازم تضبي اغراضك كمان ماما. ضبي لي هذا. خلصت حفلة النقل للبيت. هذا البيت مبارك وأهله كمان مباركين، رح تعيشوا بسعادة وهنا وتجيبوا أولاد وبنات. حبيبتي حطي هالشمعة باتجاه الباب، هاي الشمعة لازم تضل شغالة دائما. أكيد. Thank you.
شكراً كتير لألك. على شو؟ على كل شيء عملته كرمالي وكرمال أهلي. أنا ما عملت هالشي كرمالك أنت لحالك، أنا عملته لإلي. أنا ما بتحمل أخسرك بلاكي، ما فيني أعيش. بس شغلة، لا تتأخر بالرجعة. شو رأيك بلاها؟ بلاها روحتي كلها وبتضل لحالنا. شو هالحكي؟ بس شغلة. لك شبكي جاية هيك خوفتيني، رح يوقف قلبي من الرعبة. طولي بالك مو لهالدرجة، شايفتك عم تحكي مع حالك. يا بارو يلا حكي لي، يا ترى شو اللي شاغل بالك يا بنت ليكون رودرا؟ يلا اعترفي. شفتي هالشي؟ عأساس ما عندي عيون لحتى أشوف؟ ايه واضحة مثل عين الشمس. لو سمحت. تفضل. ساكن قريب من هون حضرتك؟ ايه. تعرف لوين راحوا؟ ضبوا شناتيهم وطلعوا من الصبح. بالإذن يا أخي. شو مفكر؟ رح تقدر تهرب؟ ولك وين ما رحت؟ رح لاقيك. قد ما حاولت تبعد رح جيبك وين ما كنت. أنا فرجيك كيف، رح انتقم منك. بتعرفي وين سون هيري؟ ما بعرف وينها. ليش؟ ولا شي، بس كنت مفكرتها معك. لا، لما بلشت ارسم كانت معي، بس بعدين ما بعرف لوين راحت. بتكون مشغولة بشي شغلة، اكيد هي جوا. هي مو جوا. معنا جوا؟ لا، امشي نشوف وينها. سون هيري؟ وينك حبيبتي؟ سون هيري؟ سون هيري؟ لك شو بكون؟ سون... ها؟ عم ندور. ليش عم تصرخي؟ حدا كب أسيد مرة تانية؟ لا، بس نحنا كنا عم ندور على سون هيري. سون هيري معنا هون؟ انتي شو قصدك بهالحكي؟ طلعي.
كم اصبع هدول؟ انا قصدي انه هي معنا بالبيت ونحن دورنا عليها كتير. شو ما سمعت شو عم تقولي انتي؟ لك انا اعطيتك مسؤولية وحدة من بناتي وحضرتك، ما قدرتي تعتني فيها. ما بدها هالقد حاجة بقى تضايقيها. سون هيري راحت على الجامعة لتاخد القبول، اجت لعندك لتخبرك بس شافتك مشغولة كتير لهيك خبرتني وراحت. لا تاكلي هم انتي، خلص لا تخافي بقى. كتير منيح، متى ترعبي؟ إذا كنت عارفان ليش ما إجيت وخبرتنا من الأول؟ سمير، تعمد شي مرة سعدان فليفلة حد كتير كتير؟ لا لا؟ أوه، وقت بياكل فليفلة حده بيصير عصبي وبيجن كتير وبيصير كتير بيضحك. خلص ولا يهمك، على القليلة عرفنا أنه سون هيري منيحة صح؟ إيه. حضرتك اللي طلبت مني إني غادر هالمكان كله مشان بارو والعيلة، بس هلأ هذا شو؟ مو هيك القصة رودرا. بصراحة يا ابني كان في شوية توتر على الحدود من كم يوم، وكنا عم نحاول نلاقيهم بس بالآخر قدرنا نقبض عليهم، وهيك بيكون كل شيء انتهى يا ابني. وليش ما خبرتني هالشي من قبل؟ لأنه الأولوية بالموضوع كانت لسلامة عيلتك. لا تفكر إنه في عنا شك بقدراتك وشجاعتك، بس لما عائلة أي حدا بتكون بخطر حتى أحسن ضابط ممكن يوقع بكتير أخطأ ما متوقع. وهلأ عم أعطيك مهام تانية وجديدة، بس كمان لازم تحرص كتير منيح على سلامة عائلتك وتنتبه عليها. إذا كنت بتثق فيني فهمني، ليش لتجيب من كشمير أو جابو ضابط تاني؟ فهمني سيدي ليش؟ لعلمك رودرا، هو ماله ضابط عادي، هو من أشجع وأقوى الضباط الموجودين عنا، ويمكن سمع كتير عن شغلك قديش منيح، وهو كمان كتير بيحترمك وبيقدرك على حسب ما خبرني من قبل، ولما كان بده يروح حب انه يقابلك وصار فيك تتواصل معه بسهولة. هلا شكرا انك عم تخبرني بهالشي سيدي، بس انا كمان بكفي رودرا، انا بعتبرك واحد من عائلتي، مشان هيك بس بحاكيك برواق، واذا لساتك ما عم تفهم حكي فهذا امر مباشر مني. حاضر سيدي. إذا ضل الطقس هيك بأي لحظة ممكن أنه ينزل المطر، أنا كيف بدي أرجع على البيت؟ تاكسي! وقف وقف وقف! لو سمحتي بتعرفي وين ميرا باغ؟ ميرا باغ؟ اي مالها كتير بعيدة. عن جد؟ امشي لقدام دغري وبعدين على ايدك اليسار من تاني ساحة، بعدين اترك شارعين وتجي على اليمين على الشارع الثالث، وبعدين دغري. آسف، يعني قلتي روح دغري وبعدين اتجه على ايدك اليسار من تاني ساحة، وبعدين اترك شارعين وتجي على اليمين على الشارع الثالث، وبعدين ضلك ماشي دغري. مانا صعبة. ماشي. يعني بصراحة أنا كتير بتخربطني الاتجاهات، يسار ويمين كتير عم بتخربط بيناتهم، يعني أنا بصراحة جديد على هالمنطقة. وحضرتك من أي طريق رايحة؟ أنا؟ وأنا كمان رايحة على نفس الطريق، بس بدال اليمين لازم أخذ يساري. طيب عندي فكرة، شو رأيك تطلعي معي لوصلك وبعدين بتخبريني وين روح؟ وبتكون فرصة لحتى اتعرف على البنات الحلوين الموجودين بهالمدينة. قليلي شو رأيك؟ لا. ليش لا؟ منو من دردش كمان؟ يلا. بس أنا ما بعرفك مين أنت أو. وأنا ما بعرفك كمان، بس ليكنا هون عم نحكي مع بعض، وإذا ركبتي معي حنضل عم نحكي، وهالشي يمكن حيتحول لصداقة ما بتعرفي، يمكن كل شي لقدام يتطور. وإذا أنت ما ركبتي معي ما بعرف لوين لازم روح لقصها، وهالمطر رح يكون رفيقك كل الطريق صح؟ وهلأ أنت لازم تقرري، يا أما تختاري تطلعي معي أنا أو اختاري المطر. أرجوكي تعي، يلا يلا. عفوا، بس كأنك وقعتي شي هنيك على الأرض؟
أنا ما بظن. بلا، أنا كأني هيك شفت. في شي وقع يا ريت تتأكدي. دقيقة بس. ما في شي وقع. معناها أنا تهيالي إنك وقعتي شي. مو مشكلة، يلا نروح. نمشي؟ مدام، وين حط هدول؟ شو هالسؤال الغبي هاد؟ شو رأيك تروح تنادي لأمك؟ وهي تحطهم. وين يعني بدك تحطهم؟ زدتهم وين ما بدك. بلا برادة. خير شو صار؟ ليش متضايق هالقد؟ ما في شي بيعصب، بس كأنه القدر عم يشتغل ضدنا. حاسة حالي ماني فهماني أي شي بنوب. نحن اشتغلنا لتجارتنا كل هالسنين، وهلأ كل شي رح ينتهي. ماما ما في داعي تعصبي، شغلنا بالعكس ما رح يوقف. ومو بس زبايننا القديمين، وفي زباين جديدة. ها هاي ابني واللي الشغل أخذ له كل عقله حكى. في حدا من ورا ظهري عم يعلمك؟ جاي حضرتك تعلمني؟ هذا هو اللي كان ناقصني. يعني إذا مفكر حالك عم تساوي شي منيح فغلطان. إنك تحكي بقلة أدب مع الكبارية، هذا الشي معنو منيح أبداً على فكرة. لك أنا هلأ شو بدي أقول؟ لأنه شكله في حدا قاعد عم يعلمك هالحكي. هاي معاداتنا. أي أصلاً أمه كانت مثله. هو زلمة ذكي كتير وشجاع، ومن دون ما خبره على أي شي صار قدر إنه يوفر كل حاجات العيلة وسلامتها. أنا بعرف منيح إنه هو بيقدر يعمل أي شي. هو ابن منيح بكل معنى الكلمة. إيه أنا ندماني على اللي عملته، بس لساتني فخورة بابني. أنا قلت لك وبوضوح يلي ما بده لا يجي، ما جبرت حدا. ومع هيك هلأ حاسة إنه الشغل رح يوقف، لهيك فيكي تمشي وما تضلي هون. وإذا بدك تحكي بأي موضوع له علاقة بعاداتنا، فسمير ابنك أكبر مثال، ومن الأفضل إنه ما تفتحي سيرته أبداً. مرت عمي، مرت عمي، شو بدك مني هلأ؟ سنهيري لسه لهلأ ما رجعت، وتليفونها مقفول كمان. شايف؟ شايف؟ كل هالشي بسببك أنت وبس. بوات هالحكي. يا ترى هي خبرتك شي لوين رايحة؟ هي راحت على الجامعة. حشوف شو صار معها. سامرات، انت شوف على الأوتستراد، وأنا حشوف بالمدينة. بتالي خبري سمير يتأكد من الجامعة تبعها. ايه. وانتي بارود فقدي رفقتها. حاضر. اخ عحظي أنا. ليش هيك عم يصير معنا يا قدير؟ سمير أخي، هاي سنهيري لهلأ ما رجعت على البيت. بتعرف؟ أول ما يجهز التصميم تبعي رح أروح جيبه، بدي فرجيك إياه وتعطيني رأيك. شو قلت؟ عن جد؟ إيه. لكان شو لونك المفضل؟ قولي لي. خليني أحسن. أصفر. صح، كيف عرفت هالشي؟ أنا بلاحظ اهتمامات الأشخاص مثل هواياتهم، وكمان الشغلات اللي بفضلوها. استنى 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 شوي. شو صار؟ ما يكون حكيت أي شي غلط؟ لا لا، بس وصلنا عبيتي هلأ. ممتاز. بالمناسبة طريقك باتجاه اليسار بعدين دغري، بتمنى تتذكر وما تضيع.
طريقي وهدفي واحد، انت ما تشغلي بالك. شو قصدك؟ انا قصدي كتير انبسطت بشوفتك اليوم سونهيري، ومشان الباقي قصدي اكيد حخليكي تعرفي لما اشوفك مره تانية. طيب شو رايك تنزل عبيتنا مشان عرفك على عائلتي؟ طبعا اذا بتحب. لازم اتعرف عليهم، بس مو اليوم، غير مره. ماشي، اوكي، باي باي. سونهيري وينك؟ شو وين كنتي؟ هو الرجال وصلني لهون وراح. مين وصلك؟ ومين بيكون؟ احكي مين بيكون؟ سونهيري احكي. شو يعني انتي بتطلعي مع اي حدا هيك عادي؟ ما كمل لك شي، ما بتحسبي حساب؟ سونهيري اختي، غليتي لنا قلبنا عليكي. انتي لازم تديري بالك، مع كل اللي صار بالايام الماضيه ضروري كتير ندير بالنا وننتبه. يعني فكر إنه... يعني اذا خانقناها هذا الشيء رح يخليها تنتبه؟ بسبب هالمخلوقه نحن كلنا بخطر، ولسه لهلا ما خلصنا منه، ورغم هالشيء حاطينا ببيتنا. بس عمتي شو رودرا لساتها صبيه، ومو كل حدا بالعالم لازم يكون شرير مثل المفكر، ممكن يلتقي بالطيبين. بشكر القدير انه ساعد بنتي لما بعت لها رجال منيح ووصلها على البيت. وبيكون احسن لك ما تحكي عن الاشخاص المنيحه والعاطله نهائيا، لانه البنت الوحيده يلي كان المفروض انك تحاسبها حضرتك تجوزتها وغصبا عن الكل. تعي سونهيري، آسفة أخي، بتمنى تسامحني. أنا بعرف أني غلطت وكلكم قلقتوا علي. من هون ورايح ما رح خليك تتضايق مني، أنا بوعدك. لا تبكي ولا يهمك، نشغل بالنا عليك مو أكتر. فوتي لجوا. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.